السلام عليكم متابعين قناة إيمان دايتس، معكم أخصائية التغذية إيمان كسبي. اليوم إن شاء الله رح نعمل كابتشينو صحي بدون سكر بدون كافيين وبرغوة كثيفة وطعم كتير طيب. عنا اليوم رح نستخدم ثلاث مكونات، المكون الأول حليب خالي اللاكتوز، المكون الثاني القهوة الفورية، والمكون الأخير إنه بديل سكر، فأنا جبت سكر ستيفيا. نحكي شوي عن الحليب. الحليب اللي جبته أنا خالي من اللاكتوز. ليش جبته خالي من اللاكتوز؟ طبعا كثير من الناس على مستوى العالم بيعانوا من عدم تحمل اللاكتوز، بالانجليزي لاكتوز انتوليرانس، فممكن يصير معهم اعراض بعد شرب الحليب مثل انتفاخ في البطن، الاسهال وغيره. فاذا كان عندكم هاي الاعراض ممكن يكون عندكم عدم تحمل اللاكتوز. فحبيت اليوم اجرب هذا النوع من الحليب. طبعا هاي اللي حطيتهم قدامي من كلهم ماركات مش دعاية، لكن انا عجبني مواصفات هاي المنتجات فحطيتها عندي. بالنسبة للحليب في ماركات كتيرة، هاي الماركة عنا احنا بالاردن، في كمان ماركة المراعي ممكن كمان تستخدموها. المكون الثاني اللي هو القهوة الفورية، انا اخترت قهوة ديكاف. ديكاف يعني اختصار ديكافينيتد، يعني منزوع الكافيين. في الحقيقة هو مش منزوع 100%، يعني ممكن نقارن الملعقة الصغيرة الواحدة من هذا النوع من القهوة يحتوي على 2.44 ملغرام من الكافيين مقابل 62.8 ملغرام كافيين من الملعقة الواحدة من القهوة العادية الغير منزوعة الكافيين. مين ممكن يستخدم هذا النوع من القهوة؟ أول إشي الناس اللي عندهم بتأثروا سلبا من القهوة والكافيين، بصير معهم أعراض مثلا هبوط ضغط أو غيره، كمان الحوامل والمرضعات لأنه لهم كمية محددة من الكافيين مسموحة في اليوم، فممكن يعتمدوا على هذا النوع من القهوة. المكون الثالث معانا هو الستيفيا، وهو بديل للسكر. طبعا هو بديل طبيعي، محلي طبيعي يستخرج من نبتة الستيفيا، من أوراق نبتة الستيفيا. بعض الناس بزرعوه ببيوتهم، عبارة عن ورق ممكن يتجفف وينطحن ويستخدم نفس الورق هذا يستخدم في المشروبات المختلفة وبيعطي طعم حلو. هلأ ممكن يترك أثر طعم مرار بالتم، لذلك الناس اللي ما بيحبوا هذا الطعم أو مش متقبلينه بإمكانكم تستخدموا أي نوع بديل سكر. في بديل أيضا طبيعي، يعني سكر طبيعي، وهو سكر المونك فروت. هذه يعني السيب والمونك فروت هي بدائل طبيعية. خلينا الآن نبلش بطريقة التحضير. الخطوة الأولى بدنا نعمل الرغوة. أول أشي بنجيب الكوب اللي بدنا نعمل فيه الكابتشينو، وبنبدأ بالقهوة الفورية. ناخد 2 ملعقة صغيرة نحطهم بالكوب مباشرة. وبنضيف فوقهم الستيفيا. الستيفيا رح ناخد مقدار 0.5 ملعقة صغيرة، طبعا هذه حسب الرغبة حسب نوع السكر انتم مستخدمينه. انا بالنسبة لي لهذا النوع من السكر 0.5 ملعقة صغيرة كانت كافية. بنضيف عليهم مي مغلية مقدار 2 ملعقة كبيرة. بعدين نجيب الخفاق الكهربائي، يفضل المشبك الخفاق اللي هو الوسك زي ما انتم شايفين، وبنخفقه جيدا حتى نشكل رغوة كثيفة. وهيك صارت معنا الرغوة جاهزة. وآخر خطوة هي الحليب، بنحطه بإبريق وبنسخنه على النار حتى يسخن، وبس يسخن بنضيفه فوق الرغوة.
طبعا في ملاحظة انه لازم نضل نحرك الحليب حتى ما ينحرق ويلزق بقاع الابرة. هلا صار عنا الحليب جاهز ساخن، بنضيفه فوق الرغوة. طبعا المنظر كتير حلو والرغوة عنا عم تطلع لفوق زي ما انتو شايفين. واخر اشي رح ازينها بشوية من الكاكاو البودرة الخام الغير محلى حتى يصير كوب الكابتشينو معنا جاهز. وهيك بيكون جهز معنا الكابتشينو الصحي الخالي من السكر والخالي من الكافيين واللي برغوة كثيفة وجدا طيب. خلينا نحكي القيمة الغذائية لهذا الكوب. طبعا أنا هالمكونات اللي استخدمتها، أول مكون هو الحليب، أنا بعد ما قرأت المسبق الغذائي عرفت أن نوعه قليل الدسم. الكوب الواحد من هذا الحليب أنا استخدمت كوب فيه 10.6 جرام كربوهيدرات، 6.7 جرام بروتين، و 5.6 جرام دهون، و 120 كالوري. بالنسبة للقهوة الفورية أو سريعة الذوبان من زوجة الكافيين أنا استخدمت ملعقتين صغار. طبعا الكمية اللي فيهم من السعرات والكربوهيدرات والبروتين والدهون هي قليلة جدا لا تكاد تذكر، ففيهم 3 جرام كربوهيدرات، تقريبا نص جرام بروتين، وأقل من 1 جرام دهون، و 14 كالوري. المكون الأخير هو الستيفيا وهو المحلي الطبيعي بديل السكر، طبعا هذا خالي من أي سعر حراري. نيجي على المجموع الكلي، عنا الكربوهيدرات 13.6 جرام، بروتين 7 جرام، والدهون 5.6 جرام، ومجموع السعرات 134 كالوري. طبعا زي ما انتم ملاحظين النسبة الكبيرة يعني من السعرات الحرارية، وعلى الأغلب هي بتيجي من نوع الحليب اللي انتم استخدمتوه. فإذا كان كامل الدسم رح يكون الرقم أكبر شوي، إذا كان خالي الدسم ممكن يكون أقل شوي. وهيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.